السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ياسر الكيلاني في درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية، والنهاردة هحاول إن أنا أشرح الإنجليش بالشكل اللي أنا كنت أحب إن حد يشرحه لي بنفس الطريقة. يعني شغل التلقين ده أنا يعني ببقى متضايق منه جدا، اللي هو إيه؟ احفظ يا ابني معايا، فعل باي يجي بعده فور، فعل جيف يجي بعده تو، فعل سنت يجي بعده تو، فعل باس يجي بعده. لا، أنا عايز أفهم ليه فعل باي اللي هو الماضي من بوت خد 4 وليه هنا جيف خد 2. عاوزين نفهم، وده المغزى من درس النهارده. لو انت مهتم بالتفاصيل ارجع لي تاني بعد الفاصل. اهلا بيكم مره تانية. النهارده هناخد الفرق ما بين البريبوزيشنز 2 and 4 واستعمالاتها المختلفة والمعاني المختلفة لكل واحدة. I bought a gift for her. أنا اشتريت هدية علشانها. I gave a gift to her. أنا أعطيتها الهدية. هنا مع بوت خدت 4، هنا مع gave خدت 2. I sent an email to my friend. أنا بعت إيميل بريد إلكتروني لصديقي. تمام. Pass the ball to me. هنا أنا بطلب من صاحبي بصيل الكورة يمررها لي، فقلت pass the ball to me. هنا مع الفعل send المصدر من sent، ومع الفعل pass تمام يمرر، خدت حرف الجر to، وتعالى نعرف إيه السبب. أول حاجة ناخد استخدامات to أولا وبعدين نفرق ما بين الاتنين. امتى بستعمل حرف الجر to؟ لما بيكون عندي destination، يعني وجهة، مكان رايح له، ساعتها استعمل حرف الجر to. اقول I went to Paris. انا سافرت باريس last month، الشهر اللي فات. يبقى دي وجهتي، المكان اللي انا متجه ليه. تمام، يبقى استعمل حرف الجر to. Look to left and right، انظر يسارا ويمينا. ده بقى ايه؟ ده بقى direction. direction يعني اتجاه. لما اتكلم عن اتجاهات برضو هستعمل حرف الجر to. الجملة بتقول لي look to left and right when crossing the road، يعني بص شمال ويمين قبل ما تعبر الطريق. يبقى لما هتكلم عن وجهة هتكلم عن اتجاه destination او direction هستعمل حرف الجر to. تعالى نروح لرقم 2 وهو الاستعمال الثاني، وهنا هتكلم عن التفضيل. هقول I prefer، أنا أفضل كذا عن كذا. أنا الاثنين بحبهم، يعني هنا بقول I prefer mango juice، بحب عصير المانجا، to orange juice، عن عصير البرتقال. أنا الاثنين بحبهم لكن بأفضل المانجا. عاملة كده زي comparing، كأني بقارن بين حب الحاجة وحب الحاجة تانية. خلاص، المانجو جوس تو اورنجوس، ده معناه ايه؟ معناه ان العصير المانجا ده هو المفضل عندي اكتر من البرتقال. هاني بريفيرز فوتبول تو باسكتبول، هاني بيحب او يفضل كرة القدم عن كرة السلة. بيحب الاثنين لكن بيفضل حاجة عن حاجة. يبقى رقم 2 بستعملها في التفضيل. تمام، بعد كده رقم 3 هنستعملها في تحديد الوقت، وهنا بتكلم عن البريتش انجلش مش الامريكان. الامريكان ما بنستعملش الصيغه دي. It's quarter to 10، يعني الساعه 10 الا ربع. هنا في كلمه الا بستعمل حرف الجر to، اما في الامريكان انا ما بقولهاش كده. في الامريكان بقولها الساعه 9:45 دقيقه، It's 9:45. تمام، لكن في البريتش بستعمل الصيغه دي، It's quarter to 10. The restaurant is open from 10 a.m. to 11 p.m. هنا معناها until، حتى، يعني get to هنا بمعنى حتى 11. المطعم فاتح من الساعة 10 الصبح ل 11 بالليل. يبقى هنا get to بمعنى حتى، وجي بعدها وقت. يبقى التايم بستعمله ازاي مع حرف الجر to؟ ان انا بستعمل حرف الجر to بمعنى الا ربع، الا تلت، وهكذا. وبستعمل تو برضو بمعنى حتى، يعني الى الساعة الفلانية. خلاص، ده بالنسبة للاستعمال التالت. تعال نروح على الاستعمال الرابع، وده المهم جدا لان ده الحقيقة الجوهرية، الاختلاف الجوهري ما بين تو وما بين فور. هنا بتكلم عن reason، يعني بوضح السبب. زي ما قلنا قبل كده ان حرف الجر تو بيجي بعديه فعل في المصدر يوضح السبب، وهنا لازم يكون فعل، لا يمكن يكون اسم ابدا. يبقى هنا تو بتقوم بعمل كلمة because، لكن because اللي معناها لأن يجي بعدها جملة كاملة، لكن تو يجي بعدها فعل في المصدر فقط لا غير. I came back، أنا رجعت. ليه رجعت؟ هوضح السبب. الريزن إيه؟ to celebrate، علشان أحتفل with my family، مع أسرتي. يبقى هنا تو جي بعدها فعل يوضح السبب، فعل يوضح السبب. I study computer studies،
انا بذاكر او بدرس دراسات الحاسب الالي. ليه؟ ايه السبب؟ to get a good job، علشان احصل على وظيفة كويسة. يبقى هنا وضحت السبب، السبب get، يبقى السبب هنا verb، السبب فعل. يبقى رقم أربعة، ودي أهم جزء في درس النهاردة، إن حرف الجر تو بيجي بعديه سبب ولكن على شكل فيرب، على شكل فعل، وبيكون الروت فيرب أو الفعل في المصدر، تمام؟ بعد كده السبب الخامس، هنا بتكلم عن ليميت، يعني عن وصول إلى مقدار معين، up to. It's very expensive، الحاجة دي غالية جدا. It could cost up، دي ممكن تكلفك to $1,000، دي ممكن تكلفك إلى حد لغاية يعني $1,000. إذا لما أقول up to وبعدين أقول الليميتس ده، يبقى أنا هنا بتكلم عن حد معين. الجملة اللي بعدها برضو بتوضح نفس الموضوع. I got into the sea، أنا دخلت جوه البحر، and the water came to my neck، والمية وصلت لحد لغاية رقبتي فوق. يبقى هنا برضو ده limit. يبقى لما احب اتكلم عن ليميت معين هوصل له، يبقى هستعمل تو. بعد كده في رقم ستة هنتكلم عن المستلم. دايما بعد حرف الجر تو بيجي اللي بيستلم الحاجة. pass the ball، مر الكرة لمين؟ هتمررها to me، اذا انا اللي هستلمها. give this box to him، اعطي هذا الصندوق لمين؟ to him، له. يبقى مين اللي هيستلم؟ هو. send this email to the manager، ابعت الايميل ده لمين؟ للمدير. إذا هنا بعد to بيجي المستلم الريسيفر. وعلشان ما تسرحش مني، تعالى نلخص اللي احنا قلناه. أولا بتيجي مع الوجهة، حرف الجر to بيجي مع الديستنيشن، مع الوجهة، مع الدايركشن، مع الاتجاهات، مع البريفرنس، مع التفضيل، مع التايم علشان أحدد بيه وقت معين، أو للساعة كذا إلا كذا، أو إلى غاية كذا، تمام؟ الريزن، ويجي بعدها السبب بس يكون على شكل فيرب، يجي في المصدر. الليميت اللي هو up to لغاية كذا. الريسيفر المستلم. دول الست حالات اللي أنا بستعمل فيهم to. في استعمالات تانية هناخدها كمان شوية، وفي استعمالات مرضيتش أجيبها لك علشان ما أكبرش عليك الفيديو. حرف الجر for، أول حاجة وأكتر حاجة بنستعملها هو helping others، ده الغرض الأولاني من استعمال for، وهو مساعدة الآخرين. can I carry this bag for you، ممكن أشيل عنك الشنطة دي، يبقى أنا هشيل عنك أنت كبديل ليك، هساعدك، يبقى هستعمل حرف الجر for. I can call all of them، أنا أقدر أتصل لك بيهم كلهم for you، عشان خاطرك أنت، بدل ما تتعب نفسك لو أنت تعبان، أنا هرن عليهم كلهم وهدعيهم للحفلة دي، يبقى هنا أنا بساعدك برضو. Let me wash the dishes for you mom، ممكن يا ماما لو سمحت خليني أنا أغسل لك الأطباق دي نيابة عنك، يبقى كأني بقول on behalf، يعني بدلا من، خلاص؟ يبقى في المساعدة، في الـ helping others، ده كان الغرض الأول من استعمال for. الغرض الثاني بقى، هنا بنتكلم عن الـ period of time، هيستغرق وقت قد إيه في الموضوع ده. I am going to stay، اللي هي I am gonna stay، يعني I'm gonna stay here for a week، أنا هقعد هنا لمدة أسبوع. نسينا نضع هنا الـ full stop. أنا هقعد هنا لمدة قد إيه؟ قد الـ period of time، هذا الوقت أهو، for a week، يعني لمدة أسبوع. He has studied French for 2 years. هو ذاكر أو درس لغة فرنسية لمدة سنتين. إذن هنا got period of time، وقت معين جه بعد حرف الجر for، مدة زمنية معينة. بنستخدم for برضو للschedule، يعني للجداول، إن أنا أحدد ميعاد معين مجدول. هقولها إزاي؟ The meeting had been scheduled for May 23. يعني تم جدولة الاجتماع ده، تم جدولة الاجتماع ده على يوم 23 في الشهر. واحد يقول لي طب انا ممكن استعمل on عادي جدا، هقول the meeting had been scheduled on May 23، هقول لك صح، لكن المعنى هنا بيختلف. الجملة الاولى لما استعملت حرف الجر for، ركز معايا، لما استعملت حرف الجر for معناها ان الاجتماع تم جدولته لكنه لم يعقد بعد، يعني يوم 23 لسه ما جاش. اما لو استعملت حرف الجر on هنا معناها ان الاجتماع تم جدولته وعقد بالفعل. في فرق هنا ايه في المعنى، تخلي بالك منه، تمام؟ نروح بعد كده للاستعمال الرابع، وهو الريزن. زي ما كنت بستعمل to لتوضيح السبب، لكن كان بيجي بعدها verb، هنا بيجي بعدها برضو سبب لكن يجي بعده noun. I traveled for work، انا سافرت من اجل العمل. هنا work جت كنون كاسم. I'm here for celebration، أنا هنا علشان أحتفل. celebration هنا اسم مش فعل. يبقى
هوضح السبب بعد فور، لكن هستعمل لها ناون، هستعمل اسم مش فعل. اتفقنا؟ نروح للاستعمال الخامس وهو البينيفيتس. دايما فور يا جماعه تيجي مع المصالح، الحاجات اللي هي فيها مكاسب، في ترقيه، في فلوس هتيجي، في مكاسب معينه انا هاخد من يعني ربح في تجاره، في حاجه زي كده، يبقى هستعمل فور. I'll sell this watch، ودايما بتوضح المقدار اللي انا هاخده من الصفقه دي في الجزء الثاني من الجمله. ركز معايا في الحته دي. I'll sell this watch for $150، يعني انا هبيع الساعه دي على 150، يبقى مكسبي ايه؟ جه المكسب اهو بعد حرف الجر فور، يعني جه البينفيت اهو، الربح بتاعي، الفايده اللي انا هطلع بيها جت بعد حرف الجر فور. You can take it for $125. بعد ما فصلنا وتعبنا مع بعض في الكلام، وصلنا الموضوع لكام؟ ل 125 دولار، يعني في الاخر وافق وقال لي ممكن تاخدها على اخرها يعني كام؟ 125 دولار. اذا دي الفايده اللي هتعود عليا من بيع الساعه دي ليك انت. يبقى نمبر 5 بنتكلم هنا عن البينفيتس او الفايده او الفوائد اللي هتيجي عليا من الصفقه التجاريه دي. يبقى هنلخص استعمالات فور: helping others، يعني مساعدة الآخرين، وساعات بنستعملها جوه كلمة مساعدة الآخرين دي، أنا دمجتها في بعض، يعني اللي هو representation، هو التمثيل، أنا نيابة عن فلان. period of time، يعني الوقت، مدة زمنية معينة. schedule، اللي هو الجداول، جدولة المواعيد. reason، السبب، لكن يجي اسم يوضح السبب. البينيفيتس، الفوائد. ركز معايا في الجزء اللي جاي من الفيديو ده لانه مهم جدا. تعالى كده نشوف ايه الموجود عندنا. عندي البلونجينج، يعني الملكية الشخصية، تمام؟ لما اقول this car belongs to me، العربية دي تخصني، ما ينفعش فعل belong هنا يجي معاه حرف الجر فور، لازم to، دي ما ينفعش اغلط فيها، يعني this car belongs for me خطأ، ده ما ينفعش يتقال بالشكل ده، تمام؟ ده فرق جوهري اهو، فعل belong لازم يجي مع to. طيب لو استعملت فعل apologize، يعتذر، هل اخد to ولا اخد for؟ الاثنين صح، لكن في فرق في الاستعمال. You should apologize to him، لازم تعتذر له. هنا بيجي somebody، someone، اعتذار لشخص ما، يبقى بعد to يجي شخص معين، خلاص؟ أما لو هتستعمل حرف الجر for، يبقى تعتذر عن ارتكابك للخطأ نفسه، هتقول بعد for المستيك نفسه اللي أنت عملته. You should apologize for breaking his glasses، لازم تعتذر عن كسرك للنظارة بتاعته. يبقى لما قلت تو جبت شخص اعتذرت له، ولما قلت فور جبت السبب اللي هيخليني اعتذر عشانه، المستيك او الخطا اللي انا ارتكبته، تمام؟ فهمت الفرق ما بين الاثنين؟ تو بعدها اسم، لكن فور يجي بعدها الحاجه اللي اتعملت نفسها، تمام؟ ثينج يعني الشيء. بعد كده هيقول لي اجابه السؤال اللي انا سالته في بدايه الحلقه. هنا لما قلت I bought a gift for her، ليه استعملت فور؟ خلي بالك، انا لما اتكلمت هنا عن ان انا اشتريت هديه، هل هنا في دايركشن، هل في ديستنيشن، يعني هل الهديه دي بانت في الجمله، تمام، ان انا رحت ناحيتها، اللي انا جايب لها الهديه دي رحت ناحيتها، مشيت ناحيتها؟ لا، ما حصلش. امال هو كان عباره عن ايه؟ كان عباره عن سيتويشن، كان عباره عن موقف، ان انا اشتريت الهديه دي، ده موقف، تمام؟ يعني ده وضحت فيه الريزن، السبب، السبب لشراء هذه الهديه ان انا اشتريتها لها، لها هي، خلاص. يبقى هنا لما بتكلم عن موقف بتكلم عن سبب، بوضح السبب، بستعمل ايه؟ بستعمل فور. لكن امتى استعمل تو؟ لما بيكون في دايركشن، في حركه، في موشن. I give a gift to her، انا اعطيتها الهديه. بص، انا هعطي اهو، في حركه، يبقى في موشن، يبقى في ترانسفير، هتنتقل الهديه دي مني لها. ما دام في ترانسفير، ما دام في موفمنت، حركه، تحس كده ان في حركه في الفعل نفسه، تمام، اكشن يعني، ساعتها هستعمل تو. اما شرائي للهديه دي ما وضحش ان انا انتقلت ليها ورحت اديتها لها. يبقى ايه الفرق الجوهري ما بين تو هنا وما بين فور؟ مش علشان انا بركز على بوت وبركز على جيف، لا، انا بركز على الموشن، بركز على ترانسفيرنج، بركز على الموفمنت. هل الحاجات دي موجوده في الجمله؟ اه موجوده، يبقى اخد تو. طب مش موجوده، هو عباره عن موقف بس وبوضح سبب، يبقى هاخد فور. فهمت الفرق ليه بستعمل فور مع بوت وبستعمل تو مع جيف؟ تعالى بقى ناخد حاجات تانية. I sent an email to my friend، انا ارسلت بريد الكتروني لصاحبي. ليه اخترت تو؟ ها، مركز معايا؟ ايوه، عشان في حركه، الايميل ده مش هيتنقل، هيروح، هيعمل ترانسفيرنج من مكان لمكان، في موفمنت هنا اهو، في حركه، يبقى تو.
pass the ball to me، بصيل الكورة. أظن دي واضحة جدا، كمان حركة وانتقال وكل شيء منطبق على هذه الجملة، يبقى برضو هستعمل to. إذا to بتيجي مع الحاجة اللي فيها حركة، فيها movement، فيها transferring، فيها motion. اتفقنا؟ ده الفرق الجوهري. تعالى كمان نكمل في حاجات تانية عايز أوضحها لك. The waiter brought the lunch to me. هنا بقول إن الجرسون جاب لي وجبة الغداء ليا. ليه استعملت تو؟ مركز؟ ايوه برافو عليك، لان هنا ايه؟ في دايركشن، عباره عن ايه؟ وظيفه الجرسون بيعمل ايه؟ بيدخل المطبخ ويجيب لك الطلب بتاعك، نزله لك على الترابيزه، يبقى هنا في انتقال، في وجهه، ايه وجهه الجرسون؟ انت وجهته، فبيروح لك على طول على الترابيزه بتاعتك وينزل لك الاوردر بتاعك. لكن لما اقول ماي فريند بروت ذا لانش فور مي، هنا في فرق بقى. هل وظيفه صاحبك ده ان هو يجيب لك الغداء؟ لا. يبقى هنا في ايه؟ في هنا اهتمام شخصي او مساعده. مش احنا قلنا ان فور بتستعمل للمساعده، ان حد ينوب عن حد في فعل شيء معين؟ هي نفس الفكره. My friend brought the lunch for me. هنا في اهتمام شخصي من صديقي ده، ان هو كلف نفسه بدل انا ما اتعب، فقام بالنيابه عني في هذا الشيء. يبقى to لما يكون في direction، وفور لما يكون في مساعده او اهتمام. تمام؟ هنا يا جماعة أنا عندي جملتين. Ask him to send the file to the company، يعني أطلب منه أنه يبعت الملف ده للشركة. Ask him for the file، اسأله عن الملف. إيه الفرق ما بين الجملتين في المعنى؟ أولا to send، هنا أنا مركز على الإرسال نفسه، مركز على الإرسال نفسه. ده غير طبعا إحنا قلنا قبل كده الدايركشن، وإن send هنا هيبقى فيه إرسال وترانسفير وموفمنت من مكان لمكان، فلازم أستعمل to. لكن هنا في هنا the file، الاسم على طول بدون فعل، لكن إحنا بنتكلم هنا عن المعنى. هنا الراجل مهتم بالإرسال، يا جماعة بعتوا الإيميل ولا لأ؟ الإيميل ده لازم يتبعت، هو هنا مركز على الإرسال نفسه. لكن لما أقول ask him for the file، اسأله عن الملف، ده أنا مهتم بالملف نفسه، الملف اتعمل ولا لأ؟ الملف كامل؟ جاهز؟ هيتبعت؟ اتبعت؟ يبقى أنا كل تركيزي على الملف نفسه، مش على إرسال الملف. يبقى هنا في فرق برضو بسيط في المعنى، لازم نخلي بالنا منه في استعمال to واستعمال for. هنا انا بسأل what is the result of the meeting، في مقابلة، في اجتماع، وانا بسأل نتيجة الاجتماع ده ايه يا جماعة. بعد ما سألت السؤال ده كملت قلت it's important for me، ده مهم ليا، it's important to me، ده مهم ليا. الاتنين بيدوني نفس المعنى. احنا علشان مش متحدثين اللغة الاصليين فمش عارفين الفرق، لكن هم عارفين الفرق جدا. كلمة for me معناها هنا في حاجة فايدة، الـ benefits. مش احنا قلنا ان الـ benefits، الفوائد اللي بتطلع لي مع for، اهي نفس القصة. ممكن هيطلع لي من الاجتماع ده، ده اجتماع كده عشان يشوفوا الترقيات اللي هتحصل، مين مرتبه هيزيد، في انتقالات، في بوزيشنز بتتغير، يبقى هنا فور مي، هنا هتحصل مكاسب ماديه ليا. اما لما اقول تو مي، دي مقابله هيكون فيها بقى ارتباط، فيها مشاعر، فيها ايموشن، تمام، فيها باشن، عاطفه، يعني شغف، الحاجات دي كلها بستعمل لها تو. يبقى هنا فور من اجل مكاسب، تمام، ومصالح، اما تو من اجل مشاعر ومن اجل حاجات، مكاسب روحانيه او زي ما تقول شعوريه فيها عاطفه. خلاص، ده الفرق ما بين الاثنين. وبكده نكون شرحنا الفرق ما بين تو ما بين فور. ما تنساش ان تو يجي بعدها الفعل في المصدر، وفور يجي بعدها الفعل مضاف له اي ان جي او الناون صريح. ولو لسه مش مركز قوي في الفيديو عيده تاني وتالت لغايه ما تفهم الفيديو صح. تحياتي ليك ياسر الكيلاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.